وإحنا عندنا المشروع تاع الغاز هو الأساس باسكو لما دارناش في هذا المش في هذا في هذا اللحظة ما مش راحين لنا الغاز يشوفونا وين نروحوا أنا بي المياه الصالحة للشرب مو... يعني أنجزت منذ مدة لكن لم يشرب المواطنون ولو يوم هذا أول مشكل الماء مشكل الغبار المنبعث من المصانع والمحاجر يعني اثر على المردود الفلاحي اكثر من 60% احنا واش نطلبوا نطلبوا غاز ونطلبوا كريالات راهم ضارين القبر عندنا كريال منا راه عينه وعندنا لوزين ديرنا راهو كلهم مرض وما دنقولينا ما جاو ما نخدمه ولادنا ديريكت يروحوا باش يقولوا تخدم يقولوا برا عليك